طيب، السلام عليكم يا شباب. هنكمل الفيديوهات الخاصة بكورس الكمبيوتر بيزكس أو أساسيات الكمبيوتر. اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده عن أساسيات الويندوز، ودلوقتي هنتكلم عن أساسيات الوورد. مبدئيا، هو برنامج الوورد ده برنامج بيتيح لي إن أنا أكتب تكست على الكمبيوتر بدل ما أكتب في ورقة وقلم بإيدي. لا، ممكن أكتب على الكمبيوتر ممكن أكتب على الكمبيوتر تكست. طيب، ده معنى بس برنامج الوورد وإيه الهدف منه. طبعا هنخش في التفاصيل أكتر أثناء الفيديو عن برنامج الوورد. هنتكلم عن أهمية استخدام برنامج الوورد، وليه بيفضل إن أنا أكتب الملفات بتاعتي كلها على الكمبيوتر ما أكتبهاش بالورقة والقلم بإيدي، وإيه هو البرنامج اللي أنا محتاجاه عشان أبدأ أشتغل برنامج الوورد، وبرضه إزاي في الآخر بعد ما عرفت إيه هو البرنامج أبدأ أعمل إنشاء لملف جديد أو مستند جديد، وبعد كده لو كتبت أي حاجة في الملف إزاي أقدر أعمل له حفظ أو أعمل له سيف أو سيف أس، وأعرف طبعا الفرق بين سيف وسيف أس، وبعد كده أبدأ أدرس شكل الويندو بتاع الوورد، برنامج الوورد، وايه هي التابز المهمه اللي موجوده، وبعد كده نبدا نشوف كبراكتس كده ازاي اقدر اكتب تكست معين، وازاي اقدر اعدل فيه سواء كان غير في حجمه او لونه او شكله او نوعه او حاجات كتير او مكانه، باستخدام طبعا التولز اللي موجوده في برنامج الوورد. وبعد كده ممكن نقدر نعرف ازاي اعمل ادراج القوائم، يعني ازاي اقدر احط في الملف بتاعي قوائم أو صور أو جداول أو رسومات بيانية أو رسومات أشكال هندسية، وبرضو هنعرف إزاي نقدر نحدد التباعد بين السطور، وإزاي نقدر نعمل بوردر أو إطار للصفحة، وبعد كده نتكلم عن خاصية البحث وإزاي أقدر أعمل برنت أو طباعة للملف. طيب، أولا بالنسبة لاستخدام برنامج الوورد، خلينا نفترض جدلا ان في حد معين كتب ملف ما والناس كلها مستنيه تاخد منه نسخه. مثلا لو احنا مثلا في مصلحه حكوميه وشهاده الميلاد او شهاده التخرج بتاعتي عايز اطلعها من المدرسه او من الكليه، والمكان ده هو الوحيد اللي عنده النسخه دي، انا ما كتبتهاش بايدي ولا اي حاجه، فانا عايزه شهاده التخرج بتاعتي، عايز نسخه منها. فعندي حل من الاثنين، يا اما اخد شهاده التخرج اللي هي معايا واكتبها بايدي ويبقى انا كده معايا نسختين، نسخه معاه ونسخه معايا، او ان انا اخد الشهاده دي واصورها في طبعا بالنسبه للمكنه الخاصه بالتصوير. تمام، ده الحلين، ده الوضع الحالي، يعني ده الوضع اللي بيحصل قبل ما اكون بستخدم برنامج الوورد او قبل ما الناس تبدا تكتب كل الملفات بتاعتها على الكمبيوتر. ايه اللي خلى الناس تلجا ان هي تحط الملفات بتاعتها على الكمبيوتر؟ كذا حاجه. أولًا خلينا نفترض إن النسخة اللي موجودة في المدرسة دي، ولنفرض مثلًا ضاعت، اتحرقت، اتقطعت، حصل لها أي نوع من أنواع التلف، فكده بيتهيألي لما حد يجي يروح ياخد شهادة التخرج بتاعته مش هيلاقي الملف، مش هيقدر ياخد نسخة منه، لأن النسخة الأصلية أصلًا مالها تلفت أو ضاعت. ده سيناريو. لكن لو أنا كنت حاطة الملف بتاعي على الكمبيوتر، مفيش حاجة اسمها إن أنا يعني الكمبيوتر اتحرق. الطبيعي الواحد لما بيعمل ملف على الكمبيوتر بياخد منه نسخة على فلاشة، على سي دي، على نبعتها على الإيميل أو نحطها على أكتر من كمبيوتر. ففكرة إن يبقى عندي نسخة واحدة بس، ده مش موجود بالنسبة لبرنامج وورد. سهل قوي إن أنا أعمل أكتر من نسخة من غير أي مجهود، من غير ما أكتب بإيدي أو من غير ما أروح لمكتب التصوير وأدفع فلوس، من غير أي حاجة. بالإضافة طبعاً إن أنا لو معايا فلوس عادي، ولو ما عنديش مشكلة في الكتابة وما عنديش مشكلة في الوقت، الملف نفسه اللي هو ممكن يبقى مكتوب ده مش شرط يكون ورقة شهادة تخرج، ممكن أصلاً يكون عبارة عن كتاب. فأنا هل هشتري الكتاب بنفسي ولا ممكن الكتاب ده يكون موجود على النت، ولنفرض هو 1000 صفحة 2000 صفحة، بدل ما أقعد أشتري كتاب 1000 صفحة والفلوس تبقى كتير، او ان انا انقل الكتاب اللي هو 1000 صفحه، بتهيألي هيبقى امر مرهق جدا. فيفضل كتابه الملفات على برنامج الوورد لتوفير الوقت والجهد، يعني اوفر وقت في حته ان انا ابقى عندي مشكله الريسك او الخطوره ان الملف اصلا يضيع او الملف الاصلي يضيع. ليه؟ لان هو بيتيح لي فكره
كوبي او ان انا اعمل نسخه. تاني حاجه من الحاجات المهمه في برنامج الوورد او ميزه من ان انا اضطر اكتب برنامج الملف بتاعي على برنامج الوورد هو خاصيه البحث. خلينا نفترض مثلا ان انا عندي انفايرمنت معينه او مكان معين بيطلع لي شهادات التخرج، او بيطلع لي مثلا درجات الطلبه، درجات الطلبه كتير. فانا لو فرضنا ان الدرجات دي مش مترتبه وانا عايزه اعرف كل الناس او العشر الاوائل، عايزه اعرف كل الناس اللي جابت مثلا 100% او 95 او كده، فهضطر طبعا اعمل بحث. لو انا معايا الدنيا دوكيومنتد، يعني معايا الدنيا ورق في ايدي، هضطر ادور في كل الملفات كلها. حتى لو انا عندي 1000 طالب ببدا اعدي على 1000 ال1000 ورقه عشان اشوف مين فيهم جايب 100% في الماده دي، فهضطر اعدي على ال1000 ورقه. ولكن باستخدام برنامج الوورد او حتى باستخدام الكمبيوتر عامه، انا عندي خاصيه البحث ان انا ممكن اعمل بحث على ملف معين او باسم معين، بيجي لي كل الريبيتيشن او التكرار، او يقول لي كل الناس اللي جابت 100%، يروح جايب لي كل الناس اللي جابت 100% في الماده دي، يعملها لي كاليستا ويظهرها لي. لو انت بتعمل بحث في ملف الوورد، هيعرض لك كل هايلايت او هيخلي كل الحاجات الناس اللي جايبه 100% مثلا كلها بلون اصفر، فتبقى سهل انت توصل لها، مش محتاج تعدي على 1000 ورقه او على 1000 صفحه. حتى لو انت كنت كاتب كل حاجه على الكمبيوتر، مش محتاج تعدي على 1000 صفحه اللي موجودين او الخاصه بكل طالب، انت بس بتعمل كنترول اف، اختصار كده موجود على الكمبيوتر، بتعمل كنترول اف وتكتب 100 انتر، بيبقى ايه، بيعمل بي بي بيروح عامل هايلايت او بيلون كل الطلبه اللي جايبه درجه 100. ده باختصار فكره البحث او فكره اهميه برنامج الوورد ان هو بيتيح لك خاصيه البحث. طيب خلاص انا اقتنعت ان انا عايزه اعمل برنامج الوورد، او ان انا هحاول اكتب كل الواجبات اللي عليا، اكتب كل المحاضرات اللي باخدها، اكتب اي حاجه لها علاقه بالكتابه اكتبها على برنامج الوورد عشان احافظ على المستندات بتاعتي. هل برنامج الوورد بيتيح لي بس ان انا اكتب تكست، يعني اكتب كلام وخلاص؟ لا، بيتيح لي حاجات كتيره. يعني اولا لو انت كتبت تكست بيتيح لك حته الفورماتنج، ان انت تقدر تغير في لون وحجم وشكل ومكان ونوع الخط اللي انت كتبته، بحيث تقدر تحدد طبعا العنوان من الناس، من الحاجات اللي تحت الايه العنوان. برضو الوورد بيتيح لي ان انا احط اعمل ترقيم للصفحات، اعمل بوردر، اعمل اطار للصفحه. بيتيح لي برضو ان انا ممكن اعمل ادراج لجداول او صور او اشكال هندسيه، رسومات بيانيه، بحيث ان انا اقدر اوصل الفكره بتاعتي او فكره يعني انا عايزه اكتب برنامج وورد مثلا بحث مطلوب مني عن حاجه معينه، ولنفرض مثلا بحث عن انواع الاجهزه اللي موجوده، انواع الاجهزه الالكترونيه، فانا عايزه اقول ان انواع الاجهزه الالكترونيه كثير ومنها 1 2 3، فعشان اقدر اوصف الجهاز بتاعي ولنفرض مثلا اللابتوب، ببقى محتاجه ان انا احط صوره، بحيث ان انا بدل ما افضل اشرح مواصفات اللابتوب بحطه في صوره، ويبقى بمجرد النظر كده الناس بتبقى فاهمه هو ده شكل اللابتوب ودي مواصفاته وفين مكان الكيبورد ومكان الشاشه مثلا وكده. ففي بعض الاحيان بتحتاج ان انت برنامج الوورد تعمل ادراج للصور، ادراج لتيبلز، ادراج لاشكال هندسيه لتوضيح الفكره بتاعتك. فبيتيح لي برنامج الوورد حاجه زي كده. طبعا دي مش الحاجه الوحيده، يعني مش دي، في حاجات اكتر من كده بكتير، زي مثلا فكره التصحيح اللغوي. يعني لو انت كتبت كلمه في برنامج الوورد والكلمه دي ما كانتش كانت سنتكس بتاعها غلط او النطق السبيلنج بتاعها غلط، بيقدر برنامج الوورد يقول لك ان بيعمل لك علامه باللون الاحمر كده ان في حاجه غلط، يعني راجع الكلمه دي عشان ما فيش حاجه في اللغه العربيه مثلا بالكلمه دي، او حاجه في اللغه الانجليزيه بالحروف دي بالظبط. فبيتيح لي حاجه زي كده، وهكذا طبعا حاجات كثيره. طبعا ممكن اقدر اضيف فيديو، ممكن اقدر اضيف صوت في التكست بتاعي، في الملف بتاعي. ده فكره واهميه برنامج الوورد. طيب انا اقتنعت ان انا عايزه اعمل برنامج الوورد، ايه هي اول خطوه محتاجه اعملها عشان ابدا اكتب تكست، او ان انا ابدا خلاص اسلم الاساينمنت بتاعي او الواجب بتاعي على برنامج الوورد على الجهاز بتاعي او على الكمبيوتر؟ اول خطوه محتاج تنزل الاوفيس سوت او حزمه الاوفيس او مجموعه برامج اوفيس. ايه هي مجموعه برامج اوفيس؟
ان جنرال عشان تشغل اي برنامج محتاج تنزل البرنامج ده عندك، ولكن برنامج الاوفيس ده مش برنامج، ده هو مجموعه برامج، بحيث ان انت لو نزلت برنامج الاوفيس هيبقى انت حرفيا بقى عندك برنامج الوورد، برنامج الاكسل والباوربوينت وتولز كتيره، مثلا زي الون نوت او الاكسس وهكذا. فاحنا بننزل برنامج الاوفيس عشان هيفيدني في الستيب بتاعه التعامل مع الوورد والاكسل والباوربوينت، تمام؟ ده بالنسبه لاول خطوه. بننزل برنامج ازاي؟ البرنامج بيبقى موجود على جهاز معين، باخد البرنامج على فلاشه بحط البرنامج بتاعي ده على، بحط الفلاشه عندي على الجهاز وباخد نسخه من الملف احطه عندي، وبعدين يعني بمشي ورا خطوات هاو تو انستول نيو بروجرام عندي على الجهاز. الموضوع بسيط، يعني بيفضل ان هو يتعمل عملي علشان الدنيا الفكره تبقى اوضح، تمام؟ بس اول خطوه محتاجه ان انا اعمل تثبيت او انستول الاوفيس سوت. طيب هل هي دي الطريقه الوحيده للتعامل مع برنامج وورد؟ يعني لو عايز اكتب لازم انزل برنامج الاوفيس، طب هنعمل ايه لو انا ما لقيتش ولا واحد صاحبي عنده برنامج الاوفيس؟ هل كده هيضيع عليا الاساينمنت والدرجات والفرصه دي؟ لا، في برامج او في تولز ممكن انت تستخدمها او ادوات او حاجات معينه يعني ممكن تستخدمها، بس بتشترط وجود الانترنت عندك. يعني لو ما عندكش برنامج اوفيس خد التولز دي واستعملها، بس لازم يكون عندك انترنت. هي التولز عندي مثلا الجوجل دوكيومنتس او الوان درايف. الوان درايف ده انت بتيجي تكتب، بتفتح البراوزر بتاعك وتكتب في المنطقه بتاعت التول بار بتاعت اليور ان، بتكتب العنوان بتاع الوان درايف، وبالتالي هو بيفتح لك ويقول لك انت عايز تفتح ملف وورد جديد ولا باوربوينت ولا اكسل ولا ايه بالظبط. فده الوان درايف، وبيشترط بس ان يبقى فيه انترنت. ونفرض ان انا عندي برنامج وورد متكون، اخترت ان انا خلاص اعمل برنامج وورد، يعني عايز اعمل وورد فبختار الوورد دي، تمام؟ بعدين خلاص ممكن اعمل نيو، يعني عايز اعمل ملف جديد، او ممكن اعمل ابلود. ابلود يعني احمل ملف اصلا موجود عندي على الجهاز. وبرضه فكره ان انا الوان درايف ممكن يتيح لي فكره الشير، يعني ممكن اعمل شيرنج للملف بتاعي، يعني عايز ابعت الملف بتاعي ممكن ابعته لحد، مش شرط يبقى موجود عندي انا بس. ففي داونلود وابلود، وان انا ممكن اعمل شيرنج او اكريت نيو فايل، تمام؟ طبعا لو فتحت ملف الوورد الموجود على الوان درايف في كل الفيتشرز اللي هي ازاي اغير اللون والحجم والمساحه والسنترنج، او ان انا ازاي اخلي الكلام في النص او يمين او شمال، كل الفيتشرز او الخصائص اللي ممكن برنامج الاوفيس يوفرها لي برضه الوان درايف بيوفرها لي، تمام؟ بس هي الفكره بس ان انا ممكن احتاج حاجه زي كده لو ما عنديش اوفيس. طيب خلاص، انا انسان محترم وشفت دورت عند واحد صاحبي والدنيا مش صعبه ولا حاجه، لقيت عند واحد صاحبي في برنامج الاوفيس والدنيا سهله، وخلاص نزلت الاوفيس عندي وعايزه ابدا اكتب وانشئ مستند جديد ببرنامج الوورد، اعمل ايه؟ احنا بيكون عندي الشاشه بتاعتي، لو انا فرضنا ان يعني اتمنى لما اعمل شير سكرين دي تبقى ظاهره، بس بفرض ان انا دي الديسكتوب بتاعي، احنا بنيجي عند الستارت باتون هنا ونتك عليه، تمام؟ بعد ما بتك عليه بيظهر لي هنا، طبعا على حسب الويندوز اللي عندك بيظهر لك هنا مساحه بحيث تكتب كلام، فممكن اكتب هنا كلمه وورد، يعني انا عايز افتح ملف الوورد، خلاص؟ بعد ما بكتب كلمه وورد بتظهر لي هنا قائمه، انت عايز مثلا انهي وورد بالظبط، ممكن يبقى في اكتر من نسخه، فاختار وورد مثلا وورد 2010 او 2013، فبنزل برنامج الوورد بكليك عليه، خلاص. ده ايه الستيب الاولانيه بعد ما كنت نزلت الاوفيس عندك؟ انت بتروح عند الستارت باتون، تمام؟ طبعا كنا عارفين فين مكان الستارت باتون، بيكون في اسفل شمال يسار الشاشه، ده اسفل يسار الشاشه، المنطقه الحته دي بتك عليها واكتب كلمه وورد، او لو ظهر لي البرنامج وورد على طول بعد ما اتكيت بختاره، خلاص. بعد ما بختاره بيظهر لي ويندو، الويندو دي بتقول لي حاجه هنا اسمها نيو بلانك دوكيمنت. بلانك دوكيمنت يعني هل عايز تفتح صفحه جديده ولا انت بتعمل وورد عايز تعمل ايه؟ ممكن تكون عايز تفتح ملف موجود قبل كده، حاجه انت عايز تكونها. فلو انا عايز اعمل انشاء مستند جديد بختار بلانك دوكيمنت، تمام؟ هيظهر لي بلانك دوكيمنت. خليني مثلا اشوف اعمل لها شيرنج وان شاء الله تشتغل.
يعني مثلا لو انا عملت اتمنى حاجه زي كده تبقى ظاهره، وعملت هنا وورد جنب الستارت، وبعدين اخترت برنامج الوورد، ودلوقتي بيفتح برنامج الوورد، اتمنى الشاشه دي تبقى ظاهره. هاجي هنا عند الـ عشان برضو اتاكد. بعد ما تكون كتبت الوورد في عند الستارت، كلمة وورد عند الستارت، بيظهر لك الصفحة دي. تمام، هل انت بقى عايز تفتح ملف موجود، ولا عايز تفتح نيو بلانك دوكيمنت، عايز انت تنشئ مستند جديد؟ لو عايز تنشئ مستند جديد بيختار بلانك دوكيمنت. لو عايز تفتح حاجة من اللي موجودة قبل كده، حاجة انت لسه فتحها من شوية، بتتك على ايه؟ على الملف ده. وفي بعض الاحيان ان انا مش ببقى عايز افتح حاجه موجوده قبل كده، وعايز افتح ملف جديد، بس ملف جديد ما يبقاش بلانك، ما يبقاش شكله كده يعني ما فيهوش اي فورمات. ممكن اختار حاجه من التمبلت اللي موجوده دي، يعني مثلا ممكن اختار حاجه زي كده. دي مثلا شكل من اشكال الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده في برنامج الوورد، ان انا ممكن ابقى عايزه اعمل اصلا حاجه انفيتيشن، يعني عايزه اعمل ملف وورد بحيث ان انا ادعي حد لحدث معين، لزواج مثلا او حاجه، وممكن استخدم برنامج وورد ان انا ابني انفيتيشن بيبر. خلاص، طيب هو عارف منين ان انا عايزه اعمل انفيتيشن؟ هو بيسهل لي بره حته الايه؟ التمبلت او فورمات او حاجات موجوده جاهزه. تمام، دي بتيجي طبعا ايه من الاول. خليني هنا اكتب وورد تاني. كتبت وورد في الستارت وظهرت لي الويندو دي. عايز تختار اي حاجه من اللي موجوده براحتك، كل واحده فيهم بيكون ليها هدف. يعني قلنا الانفيتيشن بارت دي بيكون هدف ان انت عايز تعمل ملف وورد صفحه واحده مكتوب فيها ان كذا بيدعو كذا الى كذا، او الحدث ده هيبقى فيهم كذا بس، مثلا ولنفرض زفاف او حاجه. في مثلا حاجات تانية زي يعني مثلا بروشور او حاجات تانية كده زي كده، مثلا بتبقى عايز تقول ان في حدث معين هيحصل وبتبقى عايز تعمل دعايه ليه. ولنفرض مثلا كان الكورس اللي هو الكورس اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، كورس الكمبيوتر بيزكس، بتبقى عايز تعمل صفحه بتقول فيها ان انا عايز اعمل كورس كمبيوتر بيزكس، وازاي تكونتاكت اس، تكونتاكت اس من خلال مثلا تليفون كذا او كذا. بيديك صور جذابه، طبعا ممكن تشيل الصوره وتحط لها صوره ثانيه، بس هو بيديك فورمات معين بحيث مثلا الصفحه بتاعتي متقسمه مقسمه مثلا جزء هنا شمال، وجزء في النص، وجزء هنا ايه على اليمين. فيعني فكره ان هو البرنامج الوورد يتيح لي ان انا يبقى فيه تمبلت معينه او شكل معين للملف اللي انا هعمله، طبعا دي ميزه كويسه وحاجات بتساعد لو انت اصلا عارف من الاول انت عايز تفتح ملف الوورد ليه، مش مجرد ان انا عايزه اتدرب على الوورد او ان انا عايزه اعمل اساينمنت. ممكن يكون في حاجات تانية لناس اكبر، يعني عايزه اعمل بروشور او اعمل اعلان معين عن حدث معين او انفيتيشن، طبعا حاجات تانية كتير. خلاص، ده بالنسبه لو ايه اللي هيحصل اول ما بكتب كلمه وورد في الستارت. ممكن يجي لي حاجات كتير، يا افتح ملف موجود، يا اعمل بلانك دوكيمنت، يا اما اختارها واحده من التمبلتس اللي موجوده. خلينا نسيبنا من الحاجات دي كلها ونختار ملف جديد، عشان طبعا احنا لسه في الاول. فلما تيجي تكتب وورد في الستارت بتختار بلانك دوكيمنت على طول لو انت لسه مبتدئ. خلاص، اخترت، عملت دبل كليك على بلانك دوكيمنت، ظهرت لي ويندو بالمنظر ده. لو عايزين ندرس بالظبط شكل الويندو اللي ظهرت لي الخاصه ببرنامج الوورد، هلاقي طبعا ان انا عندي هنا الاكس والماكسمايز وعندي المينيمايز، تمام، زي اي ويندو موجوده في الجهاز.
هلاقي هنا برضو في فايل، دي لو اتكيت عليها هيظهر لي اوبشنز كتير. هلاقي برضو في هنا تابز، تاب هو الهوم تاب والانسيرت تاب، يعني كذا شريط، والديزاين والبيج لي اوت، في كتير، في كذا تاب خاصه ببرنامج الوورد ممكن ان انا استخدمها. خلاص، اما نفرض مثلا انا عايزه كل طبعا تاب من التابز دي يعني مخصصه لحاجات معينه، يعني مثلا انسيرت تاب ده بستخدمه لو عايزه انسيرت جدول او تيبل، تمام؟ عايز تحط جدول عندك في البحث بتاعك، بروح على الانسيرت تاب. عايزه اعمل انسيرت البيكتشر، بيكتشر مثلا موجود عندي على الجهاز، بعمل ايه؟ يعني بعمل انسيرت، بروح على عند الانسيرت تاب. عايزه اعمل انسيرت مثلا لشكل هندسي اللي هو مثلا دايره، نجمه، لو مثلا الاشكال المهندسه بتبقى الهندسيه بتبقى موجوده اقدر اختار منها. فلو انا عايزه اعمل انسيرت لحاجه معينه غير تكست، بختار الانسيرت تاب. طب لو انا عايزه اختار، انا خلاص انا لسه صغير وعايزه اعمل تكست بس، بختار الهوم تاب. الهوم تاب مخصص لي ازاي اقدر اعمل تنسيق لتكست معين موجود في الوورد. طيب، ده مبدئيا شكل الويندو اللي ممكن تقابلني في برنامج الوورد، متقسمه لتابز كتيره، وكل تاب ولنفرض الهوم تاب هيكون فيها تولز كتيره زي كده. دي كلها اللي بتظهر لي تحت الهوم تاب خاصه بال الهوم تاب. طيب، لو انا جيت مثلا على الانسيرت تاب، اتكيت عليها كده، هلاقي ظهر لي تولز تانية، تمام؟ دي التولز اللي ممكن تظهر لي في برنامج في الهوم، سوري، في الانسيرت تاب. بس عايزه انسيرت تيبل، عايزه انسيرت بيكتشر، وفي هنا ممكن انسيرت صوت او فيديو، عايزه انسيرت شيبس، اشكال هندسيه، عايزه اعمل رسومات بيانيه، عايزه اعمل لقطه شاشه. طبعا كل حاجه ممكن تيجي في وقتها، بس ان الفكره ان كل تاب مخصص لهدف معين، تمام؟ وان الوورد متقسم لتابس. طيب، خلينا ناخد الهوم تاب مبدئيا ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن هو يوفرها لنا. خليني مثلا اجي اكتب هنا حاجه بسيطه في برنامج الوورد، اكتب مثلا اي حاجه اللي هو انجلش كمبيوتر كورس الكمبيوتر او كمبيوتر بيزكس، تمام؟ انا عايزه الكلمه دي تكبر شويه، يعني مش عاجبني الايه الحجم بتاعها، مش شايفاه، فممكن اروح عند الهوم تاب واختار. انا يعني كده خلاص انا الكلمه دي متضايقه منها، فبروح عند الهوم تاب. اتمنى طبعا الايه ان اول حاجه بعملها ان انا بروح عند الهوم تاب، خلاص بروح عند الايه الهوم تاب. بعد كده ببدا هايلايت الكلمه اللي انا عايزها، او احدد الكلمه اللي انا عايزها. عايز ايه؟ انا ممكن اعمل في الكلمه دي حاجات كتيره، ممكن اغير الحجم بتاعها. كل ما اختار رقم كبير كل ما ايه حجمها يكبر. طبعا انا لازم اكون محدد الكلمه الاول. طيب، الكلمه دي ممكن اغير لونها، ممكن اجي عند الاسهم هنا واختار لونها مثلا تبقى اصفر. الكلمه دي عايز اغير الخلفيه بتاعتها مثلا ممكن تبقى باللون الرصاصي. الكلمه دي عايز اغير مثلا نوع الخط اللي هو مثلا شايفين ده نوع الخط، ممكن اعمل اكتر من حاجه، يعني لو ده مثلا ده نوع الخط، ممكن اختار اي نوع يعني، تمام؟ خليني اخترت مثلا النوع ده اسمه كاليبري، ده يعني نوع الخط، يعني شكل الخط. او في العادي كل واحد لما بيجي يكتب بيكتب بخط مختلف عن التاني، فبنقول ان ده نوع الخط بتاع احمد، نوع الخط بتاع محمد. ففي ان جنرال يعني في الانجليش في انواع خط يعني ثابته ومحدده
معروفه، فيفضل لو انت عايز تعمل يعني اختلاف في البحث بتاعك تغير من نوع الخط، وطبعا مش كل كلمه يبقى لها نوع مختلف، بس الفكره ان انت تحاول تستخدم نوع خط مختلف. عشان اغير اللون، عشان اغير الخلفيه، ولو عايز اغير الحجم او النوع. ماشي، طيب ايه حاجات تانية ممكن استخدمها؟ عايزة بس اتكلم عن حاجة مهمة في ال لما جيت هنا اتكلمت عن الهوم تاب، قلت ان الهوم تاب ماله متقسم انتو تولز او ادوات تحته بتكون كلها مخصصة بتنسيق النص. التولز دي نفسها من كترها بيفضل ان هي تقسم ايه انتو جروبز، يعني بنقسمها لمجموعات، مجموعات خاصه بالكليب بورد، مجموعات خاصه بالفونت، مجموعات خاصه بالباراجراف، كل واحده فيهم بتعمل حاجات معينه، ولكن بيكون اهمها هو الجروب بتاع او المجموعه بتاعت الفونت والمجموعه بتاعت الباراجراف. الكليب بورد خاصه بالكوبي، ان انا عايزه كوبي او بيست تكست معين، او ان انا كوبي او بيست فورمات معين، يعني دي طبعا ممكن نبقى نيجي في وقتها نوضحها اكتر. الفونت خاصه بان انت الحاجات اللي قلتها، عايز غير لون او حجم او نوع الخط او خلفيه او كده، طبعا برضه هنقولها بالتفصيل اكتر. الباراجراف خاصه بالشكل المجمل للتكست، يعني عايز تخلي الدنيا كلها يمين شمال، المسافه بين السطور، وهكذا. الستايلينج دي طبعا يعني شكل الكلام نفسه، هل كل الكلام محطوط بشكل مفيش اي ابداع، ولا ممكن عايز تقول ان انا عايز مثلا لو كتبت كده مثلا في ان انت يبقى الدنيا نورمال، وفي في نص او نوع معين انت بتبقى تشترط ان ايه، ان اول كلمه من الباراجراف تبقى داخله لجوه شويه. مثلا في بعض المواقف بضطر ان انا اعمل حاجه زي كده. فده نوع ده الستايلز، انت ممكن تغير في الستايلز زي ما انت عايز. ده الحاجات اللي هي خاصه بالستايلنج. الايديتنج دي خاصه بالبحث، لو انا عايز اعمل بحث عن حاجه معينه في الدوكيمنت بتاعي او في الملف بتاعي. بس هي الفكره ان انا اقول لك ان التولز او الادوات اللي تحت كل تاب متقسمه انتو جروبز او متقسمه الى مجموعات، علشان بس ايه التولز او الادوات ما تتوهش من بعضها او نحس ان احنا بناخد تولز كتير. طيب خلينا ندرس كل الحاجات الخاصه مثلا بالفونت جروب اللي جوه الهوم تاب. انا عملت ده، غيرت الخط، غيرت الخلفيه، ممكن اغير الشكل، اغير الشكل بحيث ان مثلا ايه، انا هلغي كل اللي موجود وانا عايز الشكل اللي موجود اللي هو يبقى اصفر وبيلمع. غير لي شال اللون خالص اللي هو الاحمر ده وخلاله اصفر وبيلمع. مثلا عايزه حاجه تانية، عايزه مثلا يكون في يعني يبقى في شادو او ظل تحت الكلام، ده دي حاجه. عايزه مثلا اصغر الحجم شويه، اكبره شويه لو مش عايزه اكبر من هنا، لو مش عايزه اكبر من هنا بالظبط، لا ممكن اصغر شويه. طيب لو عايزه الكلام يبقى بولد، بولد يعني تقيل، لو مش عايزاه بولد بتك تاني، لو عايزاه ايتاليك مايل او مش عايزاه ايتاليك بشيل ايد بتك تاني، لو عايزاه يبقى تحته خط او مش عايزاه مش تحته خط. تمام. حاجات كتيره، لو الكلام بتاعي ده انجلش وعايزه اخليه كله يبقى لور كيس، او يعني اللي هو كله سمول، او ابر كيس يبقى كل الحروف كابيتال، او عايزه اول حرف بس هو اللي كابيتال، يعني تلاقي الكمبيوتر لو اخترنا نوع خط مثلا كده هتلاقي ان حرف السي هي اللي كابيتال وكله سمول. تمام. فدي برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي موجوده في الفورمات جروب. في بعض الاحيان ساعات عايز تقول ان احنا الكلمه دي كانت كذا وبقت كذا، فعايز تشطبها، عايز تبان ايه ان انت تشطبها. ده بالنسبه للفونت جروب. لو عايز اروح للباراجراف جروب، الاحظ ان انا مثلا حاجه ثانيه، دي حاجه عامه، لو انا اتكيت مثلا على البولد هنا هتلاحظ ان ايه، ان ال تلاحظ ان حرف البي ده ماله بقى معمول عليه هايلايت كده،
يعني بقى يعني لما يقول لك ان البي عليها كده، ومثلا العلامه دي مكتوب عليها كده لونها ازرق ودي لونها ازرق، طبعا كل حاجه على حسب الويندوز بتاعك، ده معناه ان الافكت ده او التاثير ده او الفورمات ده او التنسيق ده هو اللي متطبق دلوقتي خلاص. فطبعا لو انا جيت عند بولد واتكيت تاني، يعني مش عايزه الحاجه تبقى مثلا اهو، لو انا مش عايزه الدنيا دي تبقى بولد خلاص، هتلاقي كلمه بي مش شاله. طبعا واضح ان انا عملت بولد الايه لكلمه لحرف اهو خلاص. ايه عايزه مثلا كل يبقى ايتالك اهو، تلاقي ان الحاجات اللي حوالين الايه الايتالك في مربع محطوط كده. طب عايزه يعني غير رايي، الاقي ايه ان المربع ده مشي تمام. دي بس معلومه موجوده في كل الايه الجروبس. طيب انا كده عرفت الفونت تاب. لو انا مثلا عايزه اوصل للباراجراف تاب، هلاقي مثلا خليك اكتب كلمه كمبيوتر بيزكس واكتب كلمه كمبيوتر كورس خلاص. طيب الكلمتين دول انا مثلا عايزه اخلي المسافه بينهم تكبر، شايفين المسافه بينهم كبيره ازاي؟ لو انا عايزاها تبقى صغيره، لو عايزاها تبقى ما فيش خالص تبقى صغيره جدا، ده ازاي بغير المسافه او التباعد بين الاسطر؟ عايزه اخلي الكلام يبقى يمين، اخلي الكلام يبقى شمال، اخلي يبقى في النص تمام. ممكن مثلا انا مش عايزه يبقى يمين خالص او شمال خالص، انا عايزه مثلا شمال اهو، عايزاه يبقى يخش جوه سنه بس مش يوصل لليمين كله سنه، ده برضو ايه الحاجات دي. طيب ده برضو لو رجعت في رايي عايزه ارجعها شمال سنه، ده كده ايه حاجات موجوده في التول دي خاصه بان انا. طبعا انا كنت خدت هنا ان انا ازاي اغير الايه، لو مثلا اخد كل ده كده وغير الخلفيه بتاعتي الكلام يبقى كده. طب لو انا عايز اغير خلفيه السطر كله، تلاحظ ان كلمه كمبيوتر بيزكس لسه في جزء من الايه السطر لسه لما خلصت، ممكن اعمل كده. تلاحظ ان بقيه السطر مش بس بعمل الدايره بالاحمر، تلاقي بقيه السطر بقيه السطر ماله بقى باللون الاحمر، لان انا اخترت هنا ايه الاحمر تمام. ففي فرق انك تعمل خلفيه للكلام وانك تعمل خلفيه للسطر كله، ده عشان كده اتحط جوه الجروب اللي اسمه باراجراف. يعني باراجراف يعني الجمله كلها او يعني مجموعه كبيره من الكلمات، مش لازم ايه كلمه واحده. طيب طيب جيت انا بقى دلوقتي في الكلام ده، اختار مثلا طبعا كل حاجه عشان اعملها لازم احددها. لو عايز اخلي السطرين دول يتعملوا في قايمه يعني الحاجات تحط. انا عايز اقول ان انا هتكلم الاول حاجه على الكمبيوتر بيزكس وبعدين اجيب سيره الكمبيوتر كورس وهكذا. فلو عايزه اتكلم بحيث ان انا اعرض الكلام بتاعي على هيئه قايمه، بختار الجزء ده. طبعا في نوعين من انواع القايمه، في قايمه مترقمه قايمه مش مترقمه. لو انت عندك قايمه مش مترقمه هتلاقيها ليها اشكال كثيره زي كده، عايزها تبقى مربع، عايزها تبقى دايره، عايزها تبقى صح، اي حاجه بتعبر بس عن ايه عن وجود ليست او قائمه ممكن تستخدمها. كل الاشكال اللي كتبتها دلوقتي كلها نفس النوع من انواع القائمه اللي هي مش مترقمه، بتحط بس ايه علامه كده ان دي نقطه ودي نقطه ودي نقطه. بس في بعض الاحيان ببقى عايزه ارتب الكلام ده، يعني عايزه اقول مثلا ان احمد كذا 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 وبعدين محمد، وبرتبهم على حسب الاوائل، مش لازم اكتب الدرجه، انا احطهم في قائمه واروح قايله ايه مثلا هنا احمد ومحمد. ولو انا كتبت احمد محمد وحطيتهم في قائمه مثلا مترقمه، اخترت الحاجات دي، لازم تعرف ايه ان احمد هو اللي جاب درجه اعلى. يبقى انا ساعات بايه برقم ترقيم له معنى، ترقيم له معنى منطقي خلاص. ففي نوع من القائمه، يا اما تختار قائمه مش مترقمه او قائمه مترقمه، زي ما كان في انواع كثيره من القوائم المش مترقمه. في برضه هنا ممكن اقول 1 2، ممكن اقول اي بي سي خلاص. ده كل الحاجات اللي احنا المفروض نعرفها في الفورمات تاني خلاص. فاحنا دلوقتي عرفنا ازاي اغير اللون الخط، وازاي اغير خلفيه الخط، ازاي اغير خلفيه السطر كله.
ازاي اغير حجم الخط، ازاي اغير نوع الخط، ازاي ممكن الخط اعمله بولد، ازاي اعمله ايتاليك، ازاي اعمله اندرلاين، وازاي اكبر الخط بدرجه درجه او اصغر، يعني او العكس، ازاي اكبره سنه سنه، مش لازم اوصل لان انا احط رقم معين، لا بكبر بس. بالنسبه لل طبعا ده لو عايزه اخلي في كابيتال وسمول. بالنسبه للباراجراف تاب، لو عايزه قلنا لو عايزه اغير خلفيه السطر كله، لو عايزه اتحكم في التباعد بين السطور، لو عايزه اخلي المكان الخط نفسه يبقى يمين شمال في النص، عايزه اعمل قائمه مش مترقمه، عايزه اعمل قائمه مترقمه، عايزه اتحكم في الايه الخط بدل ما يبقى مش يبقى يمين كله او شمال كله، لا يبقى يمين سنه صغيره. طبعا بحتاج حاجه زي كده. بحتاج حاجه زي كده ساعات لو انا مثلا ايه عايزه اقول ان مثلا بويز، عايزه اقول ان الاولاد مثلا في احمد وفي محمد، بعد كده عايزه اتكلم على جيرلز او البنات واقول في مثلا هناء وشيرين، معرفش مين هناء وشيرين بس ايه، بس هم واضح ان هم اسماء بتتكلم مع بعضها شيرين، خلاص. فانا عايزه اقول، عايزه احط احمد ومحمد احطهم تحت بويز، ما ينفعش احطهم، ما ينفعش اعمل كده، ما ينفعش احط كل دول في قائمه مثلا مش مترقمه، لان المفروض ان بويز تحت ايه احمد ومحمد تحت بويز، او احمد ومحمد تحت الايه الاولاد. طيب فالمفروض ان انا اعمل كده، اروح مدخله ده كده سن، فاهمني؟ فدي فايده الايه السهم ده، ساعات بحتاج ادخل الكلام جوه سنه لان انا عايزه اقول الحاجه دي تحت الحاجه دي. وبرده هنا اجي عند الجرس ممكن اعمل لها ترقيم، وبعد كده اجي عند هناء وشيرين دول واروح مدخلاهم كده، خلاص. طبعا انا ممكن ارجع احمد ومحمد تاني كده لو انا يعني على حسب اللي انا بعمله يعني، خلاص. فده فايده الايه الحاجات اللي هي موجوده في الهوم تاب، بيفتح لي حاجات كتير، خلاص. طيب خلصت كل حاجه وعايزه اقفل، خلاص عايزه اروح انام، عايزه اخلص الشغل، عايزه اسلم الواجب بتاع، عايزه اديه لحد، فمحتاجه ان انا احفظ الشغل بتاعي، احفظه. عايزه احفظ الشغل بتاعي، انا اعمل له سيف، سيف بالانجلش معناها بالعربي سيف، حفظ، ان انا عايزه احفظ الملف بتاعي. فعشان احفظ الملف بتاعي بروح لفايل وبختار سيف اس، اتمنى طبعا الدنيا تبقى واضحه، وبختار بعد كده براوز. طيب لما بيظهر لي براوز، اتمنى الدنيا تبقى واضحه، مش عارفه السكرين دي ظاهره ولا لا، بس ان شاء الله تبقى ظاهره. هي الفكره بس ان انت بتعمل فايل سيف از، يعني بتروح على بتروح على الجزء الفوق في يعني اقص يعني اعلى شمال الصفحه، وبتختار الباتون اللي اسمه فايل، وتبقى بعد كده تختار سيف از. سيف از يعني انا عايزه احفظ الشغل بتاعي. طالما انت عايز تحفظ الشغل بتاعك فانت محتاج حاجتين، محتاج تحدد فين مكان الشغل، ومحتاج تحدد اسم للشغل، خلاص. فانا مثلا عايزه احدد الشغل بتاعي ده يبقى جوه الملف الحاجه دي البارتيشن اللي اسمه ايه، فبروح كده بروح على زيس بي سي واقول له عايز اروح جوه الايه، وعايزه احط الايه الحاجه دي مثلا، عايزه احطها جوه ال عايزه اسيبها هنا، ماشي. فده المكان اللي انا عايزه احطه فيه. طب فين الاسم؟ اجي عند فايل نيم واحط الايه الاسم اللي انا عايزه، عايزه مثلا اقول ايه اول ملف وورد مثلا، بعدين اضغط سيف، خلاص. هتلاحظ الملف بتاعي ده ماله اتحفظ، بحيث ان انا لو رحت بشكل ما عند ال اس بي سي وبعد كده اروح للاي، هنعمل شيرنج اهو، لو انا جيت هنا هلاقي ملف اسمه اول ملف وورد، خلاص. هو ده لو اتكيت عليه يفتح لي نفس البرنامج اللي هي فيه. يبقى اتعلمنا النهارده اهميه برنامج الوورد، ليه يفضل الناس كلها تلجا ان هي تكتب ملفاتها كلها على برنامج الوورد،
والحاجات اللي وورد ممكن يوفرها لي، وايه هي اول خطوه عشان اتعامل مع برنامج وورد، وازاي انشا ملف جديد، وشكل الويندو بتاعتي في برنامج وورد ممكن، ايه هي التابز اللي المهمه اللي فيها، وايه هي التولز لكل في كل تاب. وجربنا الهوم تاب على سبيل المثال، وجربنا الفونت والباراجراف جروبز او المجموعات، وعرفنا ازاي نعمل تنسيقات كتيره مهمه، وبعد كده عرفنا في الاخر ازاي نحفظ الملف. اتمنى طبعا الدنيا تبقى واضحه، وان شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي عشان ناخد حاجات اكتر خاصه ببرنامج الوورد.